جلسة حوارية بعنوان الأدوار التكاملية للأفراد والمؤسسات في محاربة الفكر المتطرف، تهدف إلى نبذ التطرف وتقبل الآخر في ظل التغيرات التي تدور حولنا والإقليم الملتهب الذي نعيش فيه، ليصبح تمتين فكر الشباب وتوجيهه إلى الطريق الصحيح والمستقيم ضرورة. المزيد من التفاصيل في تقرير جورج برحم. لا تتوقف المبادرات الشبابية في الأردن عن العمل المتواصل لإيجاد جيل أردني قادر وعلى كفاية عالية من العطاء واستغلال أوقات الفراغ في كل ما هو مفيد وإيجابي، ومن أجل مكافحة الفكر المتطرف وسلوكياته، تعزيز الشباب ومهاراتهم في الحوار وتقبل الآخر وإيجاد برامج فعلا مجتمعية تساهم في العيش المشترك، توعية المجتمع الشاب من مخاطر الفكر المتطرف والإرهابي ومواجهة فتنة التكفير الذي يشكل خطرا على المجتمعات والدول والمنجزات، لأننا بحاجة إلى فكر تنويري، فكر تثقيفي لمواجهة الفكر الإرهابي والانغلاق في بعض العقول والنفوس التي بالفعل لا ترى في الآخر أخا وشريكا له في الإنسانية أو في المواطنة وإنما عدوا له. مخاطر الفكر التكفيري والمتطرف على الفرد والمجتمع والدولة ودور التنظيمات الإرهابية في تفتيت المجتمعات والدول عبر بث أفكارها المتطرفة التي تدعو إلى عدم قبول الآخر. الشباب يشكلون نسبة عالية من المجتمع الأردني، 70% تحت سن 30 أو 30، وهي من المهم البناء على هذه المبادرات والمشاركة في الكثير من هذه المبادرات والندوات من خلال نقاشات حوارية، ومبدأ ترسيخ ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر. المحاضرون أكدوا على ضرورة مواجهة التطرف والإرهاب ومنع انتشاره في صفوف الشباب من خلال وضع استراتيجية فكرية عملية تتأتى عبر أطر ومناهج دراسية تحارب الفكر المتطرف، يكون وفق معايير علمية ودستورية استنادا إلى رسالة عمان، وإقامة حوار وطني يشارك فيه جميع أطياف المجتمع. جورج برهم، رؤية.